أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. من الموقع بوست: الحوثيون يختطفون أسرة بكاملها في صنعاء. أخبار اليوم تتحدث عن قيادي يمثل الشرعية في مؤتمر دولي ويحمل رسالة تطالب بالانفصال. من القدس العربي: الولايات المتحدة تجري فحصا أمنيا دقيقا لكرة أهداها بوتين لترامب. أهلا بكم. تعود للظهور قضية الصحفي محمد عبد العبسي الذي توفي قبل أكثر من عام في صنعاء بطريقة غامضة لم تتمكن أسرته من معرفتها. وقال موقع المصدر أونلاين في عنوان: أسرة الصحفي العبسي تتهم الحوثيين بطمس ودفن قضية اغتياله. قال الموقع: اتهم بيان صادر عن أسرة الصحفي محمد العبسي سلطات جماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء بالسعي لطمس ودفن الأدلة والحقائق في قضية اغتياله. وكان العبسي قد اغتيل مسموما في ديسمبر 2016 حسب بيان صادر عن أسرته ونشطاء صحفيين وبحسب تقرير الطبيب الشرعي. وقال البيان إن إدارة البحث الجنائي في صنعاء تحتجز في أدراجها ملف الشهيد الصحفي المغدور به وتخطط لدفن القضية وطمس أدلتها وحقيقتها، وهو مسلك غريب وغير طبيعي. وأضاف أن ذلك يجري بتواطؤ واضح من قبل نيابة البحث الجنائي، حيث لم يتم إحالة القضية إلى النيابة ولم تتخذ بشأنها أو تتخذ بشأنها أي إجراءات جدية في التحري واستدعاء ومتابعة الجناة والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في محاضر التحقيق. وقالت أسرة العبسي أنها تحمل إدارة البحث الجنائي والنيابة العامة وسلطات الحوثيين كامل المسؤولية عن ضياع دم العبسي وإفلات المجرمين من العقاب جراء تقاعسها وتخاذلها وامتناعها عن اتخاذ أي إجراءات جدية في القضية. فكرية شحرة تكتب عن مدينتها التي فقدت كل شيء تدريجيا إلى أن وصل الحال لسرقة الماء وتحويلها من اللون الأخضر إلى المدينة الجافة. وتضيف الكاتبة: المدينة التي تسير في دمي أكثر مما سارت فيها قدمي صارت فجأة غريبة الملامح، ممتقعة بلون الغبار وصفرة الغروب طوال اليوم. لا علاقة للأمر بطقس تموز الكالح، رغم أنه الأسوأ على الإطلاق منذ أعوام طويلة، فهو يبقى طقس مؤقت سيتغير بآخر. باختصار، هي لم تعد مدينتنا التي عشقناها. لقد خطفت إب الساحرة من قبل اللصوص ورموا لنا شيئا ميتا، استلوا روحها الجميلة وألقوا لنا جثة متفسخة تفوح منها روائح الموت والتحلل. إب قبر أحلامنا المدفون في القلب، مدينة تخشى أن تستيقظ، ربيبة الجبال الشامخة وأسيرة الفساد وتراخي الصمت وتواطؤ الكذب. كل شيء فيها قابل للمتاجرة والسرقة، كل شيء فيها يغري بنهبه كما لا صاحب له. إب الخضراء تعاني الجفاف والقحط والغبار بما كسبت أيدينا حين مددناها للقوم الظالمين. مؤخراً سرقوا منها الماء الذي هو روح خضرتها البهية، بل هو الحياة الباقية في جسدها الهامد رغم فواتيره الخيالية. حكايات كثيرة يتناقلها المغلوبون على أمرهم عن الماء الذي ضاع في باطن الأرض وظهر في جيوب القائمين على مشاريع مياه إب، بعد اكتشافهم عدم أهمية أو جدوى صيانة أنابيب ضخ المياه ورفعها، وعن نضوب آبار مؤسسة المياه لتحل محلها آبار جديدة لاستثمار شبيه بقطاع الكهرباء. لم يكن هناك مؤشر سابق أن آبار المياه توشك على النضوب، على الأقل لم يكن هناك استعداد لاختفاء الماء كمطلوب رئيسي في حياتنا. تواصل ميليشيات الحوثي فرض حصارها على المدنيين، وذلك عبر خطوات بعضها تحدث في الحديدة. ووفقا لموقع الصحوانت، الحوثيون يرفضون تفريغ سفينة ديزل في ميناء الحديدة منذ 23 يوم. قال الموقع إنه في إطار رصده لحركة السفن في اليمن، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الناقلة بهايا دماس التي تحمل الديزل على رصيف ميناء الحديدة منذ 23 يوما متوقفة، وأن الميليشيا الحوثية تعطل تفريغ حمولتها. أكد التحالف
الذي أصدر أو إصداره 7 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل المواد الغذائية والمشتقات النفطية، لافتا إلى رسو 4 سفن في ميناء الحديدة أمس، وأن 5 أخرى كانت بانتظار دخول الميناء. ووفقا للموقع، تعمل ميليشيات الحوثي الانقلابية على احتجاز السفن وعرقلة إفراغ حمولتها، وهو ما ينعكس سلبا على المواطنين حيث يتسبب بأزمة في السوق المحلية. ونطالع من الموقع بوست عنوان من صنعاء: الحوثيون يختطفون أسرة بكاملها في صنعاء. قال الموقع إن ميليشيات الحوثي اختطفت أفراد أسرة بكاملها في العاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي قامت بمداهمة منزل ثابت السلفي من أبناء محافظة ريمة في العاصمة صنعاء، وقامت باختطافه واختطاف والده وإخوانه. يضيف الموقع نقلا عن مصادر أن الميليشيات نهبت مقتنيات ثمينة من المنزل، كما نهبت سيارة السلفي، إضافة إلى ترويع النساء والأطفال. ماذا يعرف الآخرون عن اليمن؟ يتساءل أحد طلاب اليمن لمرحلة الدكتوراه في كندا، ويضيف عبد الله الصرمي في مقال تنشره بالقيس. منذ وصول مونتريال كندا، كان أحد أهدافي هو التعرف على ثقافة الغير ونظرتهم للحياة واستكشاف نظرة الآخرين لنا. أقتنص أي فرصة يمكن من خلالها التعرف والحديث مع الأجانب، وما إن يطول الكلام حتى أواجه في الأغلب السؤالين التاليين: من أي بلاد أنت؟ وكيف هي طبيعة الحياة والمناخ في اليمن؟ الذين سمعوا أو عرفوا عن اليمن قليلون جداً، إما عن طريق الأخبار من زاوية واحدة، وهي أن السعودية تقتل اليمنيين بسلاحها الجوي وضربات الطائرات بدون طيار الأمريكية في اليمن، بالإضافة لحادثتين فريدتين: السماع عن اليمن من فيلم صيد السلمون، والجزء الأخير من مسلسل بريزن بريك. الناس هنا لا تعرف شيئاً من أن هناك ميليشيا انقلبت عن النظام الجمهوري وسيطرت على العاصمة صنعاء بقوة السلاح، وأن هناك ثورة نبيلة قامت في 2011، وأن هناك أناساً ضحوا بأرواحهم رخيصة من أجل الحرية والديمقراطية والعيش الكريم، وأن اليمن من الدول العربية التي انتفضت في الربيع العربي، وإحدى قيادتها النسوية حصلت على جائزة نوبل للسلام تكريماً لنضالها، واسمها توكل كرمان. أخفي شعوري بالحزن وأتحدث ببهجة أن القهوة المشهورة موكا يعود اسمها لميناء يمني شهير اسمه المخا، حيث اشتهر هذا الميناء قديماً بتصدير البن إلى أنحاء مختلفة من العالم. لكن أحياناً أشعر بالحرج حين يسألني الآخرون متى تنصحني بالسفر إلى اليمن للسياحة. تنتابني غصة بالحلق، وأنا أرد عليهم بأن بلادي اليمن اليوم تعاني من الحرب الأهلية، وأنه بلد غير صالح للسياحة في الوقت الحالي. حالياً لم أعد بتلك الحيوية للحديث مع الآخرين، لأني لا أريد الوصول لنفس النتيجة. إلى أبرز وأهم عناوين الصحف الأولى من صحيفة أخبار اليوم الصادرة في مارب، عنونت الصحيفة: قيادي اشتراكي يشارك باسم الشرعية في مؤتمر دولي ويسلم الوفود رسالة تطالب بالانفصال، وعنوان عن قائد عسكري في تعز: العميد سرحان أوامر عليا أوقفت الحملة الأمنية ونحذر من ملشنة تعز. ومن العاصمة المؤقتة: عودة الاغتيالات إلى عدن ونظر الانقلاب على الشرعية. ومن الحديدة: الجيش يعلن القبض على 35 حوثيا حاولوا الهرب، وعنوان الدكتور الشرقي: رحلة تعذيب تكشف وحشية الميليشيا ومارب تحتضنه للاستشفاء. يكشف رئيس تحرير موقع إخباري في عدن عن ظاهرة جديدة، ويقول رئيس تحرير عدن تايم: وصول المخدرات إلى الأرياف ينذر بخطر انتشارها. وقال عيدروس باحشوان في ندوة وتقرير نشر حولها إن المخدرات في الجنوب بدأت تأخذ منحا خطيرا جدا وباتت تنتشر في الأرياف، وأن ذلك يجري خلاف ما قامت عليه المجتمعات في الأرياف التي تتسم برفض كل شيء دخيل عليها. ودلل الرئيس التحرير على ذلك من واقع تجربته العملية، وأن أخبار القبض على المروجين والمتعاطين كانت عادة ما تأتيه من الأجهزة الضبطية في المدن بخلاف ما عليه الواقع اليوم.
وقال أنه خلال الفترة الماضية نشر أخباراً تتضمن القبض على مروجين ومتعاطين من الأرياف كمنطقة أحور والمحفد وبيحان، وأن انتشارها لم يقتصر على العاصمة عدن، وحذر من الموقف السلبي للمجتمع تجاه الظاهرة ومحاربتها والإبلاغ عن مروجيها. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العالمية والعربية، فابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء. تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد، ونعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط، حيث قالت الصحيفة إن ميليشيات الحوثي ابتكرت طريقة جديدة لاستغلال احتياج الأهالي، وعنونت: الحوثيون يجندون نازحين ويغرونهم بمساعدات إنسانية. تنقل الصحيفة عمن قالت إنه مصادر يمنية مطلعة في محافظة حجة الحدودية قولها بأن الميليشيات الحوثية بدأت منذ أسبوع نشاطا مكثفا في أوساط النازحين لتجنيدهم للقتال مقابل سماحها بحصولهم على المساعدات الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية. وتواصل الجماعة حملات الخطف والاعتقالات في أكثر من محافظة في أوساط السكان والناشطين والمسافرين إلى مناطق سيطرة الشرعية، وعلى وقع تسخير الجماعة لكافة موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لها لمصلحة ميليشياتها ومجهودها الحربي. قالت الصحيفة إن الميليشيات من ناحية أخرى استمرت في نهب أراضي الدولة في صنعاء وبقية المحافظات وتوزيعها على قاداتها في سياق مكافأتهم على جهودهم المبذولة في تحشيد المجندين واستقطاب عناصر القبائل للقتال في صفوفها. كانت الجماعة الحوثية عمدت خلال 3 سنوات على توزيع مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة في صنعاء ومحيطها وفي الحديدة وذمار وعلى أتباعها وقادة ميليشياتها القادمين من صعدة وعمران، بالتزامن مع السطو بالقوة من قبل قياداتها على أراض أخرى يملكها أو يملكها مواطنون. وترافقت الإجراءات الحوثية في توزيع الأراضي مع عمليات تشييد للمباني والعمارات السكنية والفلل الضخمة في صنعاء على نحو لافت، بموازاة عمليات شراء للعقارات الجاهزة وسط انتقال آلاف من أتباع الجماعة في صعدة وصنعاء للسكن في العاصمة اليمنية الخاضعة للميليشيات، وذلك ضمن مساعيها لإحداث تغيير ديموغرافي في أوساط الكتلة السكانية للعاصمة. في عنوان بارز لصحيفة العربي الجديد تحدثت فيه عن النازحين الجدد من الحرب في اليمن: نازحو الحديدة يعانون في عدن. تقول الصحيفة إن المواجهات المسلحة في مناطق مختلفة من مدينة الحديدة أجبرت آلاف اليمنيين المدنيين على النزوح وترك منازلهم، ليستقر كثير منهم في العاصمة السياسية المؤقتة عدن التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية. هؤلاء النازحون وفقا للعربي فوجئوا بواقع مر في غياب المأوى والغذاء والدواء من دون أن توفر السلطات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية الرعاية الكافية لهم. عدنان محمد من هؤلاء النازحين الذين وجدوا أنفسهم يواجهون التشرد والمرض، ومحمد المصاب بداء السكري وبارتفاع ضغط الدم لم يجد اليوم حتى من يمده بأدويته. يقول للعربي الجديد أنه يحاول الابتعاد قدر المستطاع عن كل ما من شأنه أن يفاقم حالته الصحية، ولا سيما أنه لا يملك ثمن دوائه. وتعد النساء من أكثر الفئات المتضررة جراء النزوح، وأم صالح واحدة منهن تعيش اليوم في أحد المخيمات تقول للعربي الجديد: نزحنا بما علينا من ملابس
وتركنا كل ما نملك في منازلنا، لهذا نحن في حاجة إلى ملابس وأدوات خاصة بالمرأة ومواد غذائية، لا سيما النساء المرضعات، بالإضافة إلى حليب الأطفال. ما تزال الولايات المتحدة وروسيا وجهين لنفس عملة المصالح الإجرامية، هذا ما يراه الكاتب دان كورجيسكو في مقاله الذي ترجمه علاء الدين أبو زينة ونشرته الغد، مضيفا أن ترامب وبوتين يبدوان قابلين للتبادل على المستوى الجمالي، وأن ذلك لا ينبغي أن يشكل مفاجأة كبيرة لأي أحد على الإطلاق. ويقول الكاتب: كان عقد التسعينيات جنة للسرقة على نطاق لا يمكن تخيله، وكله تحت عنوان انبعاث الرأسمالية والحرية. لم تكن النتيجة الحقيقية لذلك العقد مجرد احتفاظ النخب الشيوعية القديمة بسلطاتها الاجتماعية والسياسية خلف الكواليس فحسب، وإنما تمكنت أيضا من إثراء نفسها أكثر من أي شيء استطاعت الدكتاتوريات الشيوعية أن تأمل في تقديمه لها مطلقاً في الماضي. نعم، كان الثمن هو التخلي عن الطموحات الإمبريالية والوطنية والأيديولوجية، لكنه كان ثمناً رخيصاً جداً لدفع، بما أن النخب في أوروبا الشرقية كانت قد كفت عن الاعتقاد بأي من هذه الأشياء قبل ذلك بسنوات. كان الاعتقاد الراسخ الوحيد الذي ما يزالون يحتفظون به هو التحسين الاقتصادي لأنفسهم ولعائلاتهم من خلال الاستحواذ بأي وسيلة على أكبر عدد ممكن من أنواع الأصول، وبالتالي أصبحوا صورة في المرآة لعدوهم الذي كانوا يسمونه الغرب الرأسمالي الإمبريالي. لم تكن تلك حالة من الديالكتيك التاريخي، وإنما حالة من التلاقي التاريخي، وما بدا أنه عالم مقسوم كان في الحقيقة عالما ينتظر أن يجعل كلا واحدا من خلال أكثر النشاط التجاري الإجرامي أساسية، ولكن باعتبارهم لصوصاً أذكياء عرف هؤلاء كيف يخبئون أنفسهم وأفعالهم خلف شخصيات لا تشوبها شائبة من الناحية الأخلاقية على السطح، وسوف يكون هؤلاء المنشقون هم الوجوه التي يستخدمونها لجعل جزء كبير من العالم يصدق أن ما حدث في العام 1989 كان حكاية حرية وليس السرقة المعلنة الصريحة التي كانها في حقيقة الأمر. نعم، إن الناس في الشرق وحتى في روسيا هم أكثر حرية الآن مما كانوا في السابق، ولكن لا ينبغي أن تنسى أبدا حقيقة أن أحداث 1989-1990 لم تكن تتصل حتى من بعيد بتلك الأحلام الثورية، كانت تتعلق بالجشع، كانت تتصل بالاحتفاظ بالسلطة، وأخيراً كانت تتعلق بالمال. إلى صحيفة القدس العربي، والتي عنونت في أهم أخبارها المنوعة، والتي ورد أيضاً في وكالة أنباء الأناضول، وعنونت: الولايات المتحدة تجري فحصاً أمنياً دقيقاً لكرة أهداها بوتين لترامب. تقول الصحيفة إن جهاز الخدمة السرية التابع للرئاسة الأمريكية أجرى فحصاً أمنياً دقيقاً للكرة التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس دونالد ترامب. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس السبت عن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية قوله أنه على ثقة أن الكرة فحصت بعناية شديدة، وأن هذا الفحص يعتبر إجراء روتينيا يشمل كل الهدايا التي يتلقاها الرئيس. وخلال المؤتمر الصحفي في ختام قمتها في 16 يوليو تموز الجاري، أهدى الرئيس الروسي نظيره الأمريكي كرة قدم من الكرات التي تم اللعب بها في مباريات مونديال موسكو، وقال ممازحا إن الكرة باتت في ملعب الرئيس الأمريكي. من جانبه قال ترامب أنه سيهدي الكرة لابنه الأصغر بارون بدوره بادل بوتين بهدية، وهي قميص للاعب الهوكي الروسي المشهور إلكساندر أوفيتشكين الذي يلعب في نادي واشنطن كابيتالز تتابع القدس. تعالت بعض الأصوات في واشنطن مطالبة بمنع كرة بوتين من الوصول إلى البيت الأبيض خشية أن تكون مزودة بجهاز تنصت. نقرأ من صحيفة ساندي تيليغراف تقريرا كتبه إدوارد مالينيك حول حصول مؤسسة تابعة لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير على 9 ملايين جنيه استرليني مقابل مشروع سعودي.
قال معيد التقرير إن توني بلير يقدم استشارات للحكومة السعودية مقابل اتفاق مع معهد التغيير العالمي التابع له تصل قيمته إلى 9 ملايين جنيه استرليني. وأضاف أن مؤسسة بلير توصلت إلى اتفاق في وقت سابق من العام الحالي لدعم برنامج تحديث يتبناه ولي العهد السعودي تحت مسمى اتفاق غير ربحي. وأوضح أن هذا أول اتفاق كبير يشمل معهد توني بلير الذي أسسه رئيس الوزراء السابق في العام 2016. التقطت كلودا كيلكوين المصورة بوكالة رويترز للأنباء عددا من الصور لبنات ونساء الروهينجيا المسلمات في مخيمات اللاجئين في جنوب بنغلاديش، مركزة على مساحيق التجميل التقليدية اللافتة التي تصبغ وجوههن. نتابعها في جولتنا المصورة والتي نشرتها البي بي سي بعنوان المكياج الفريد لبنات ونساء الروهينجيا المسلمات في بنغلاديش. نتابع أبرز ما عبر عنه فنانو الكاريكاتير وقد تم نشرها في عدد من الصحف. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم على خير.